اذا مشاهدينا كانت هذه طبعا جوله عبر العالم فقره زابينغ وبرنامج الشروق مورنينغ اللي مازالوا متواصلين لغايه العاشره صباحا كان من المفروض يحضر معنا الدكتور عبد الرحمن محمدي كنا رايحين نتكلموا طبعا على القولون العصبي تعذر حضوره لاسباب صحيه انتظار ان شاء الله الشفاء العاجل وايضا بالنسبه لمحمد بلال مختص في التسويق الالكتروني هو الاخر ايضا اعتذر لظروف خاصه معلش مشاهدينا اكيد سنتطرق الى كل هذه المواضيع لاحقا ان شاء الله خلال الاعداد اللاحقه من برنامج الشروق مورنينج حوالي الآن الساعة عشرون دقيقة بعد التاسعة صباحا نسعد جدا بخدمتكم والتواصل معكم من خلال هذا البرنامج تحية خاصة أيضا لكل من يتابعنا على صفحة الشروق عبر الفيسبوك نقول لكم ابقوا معنا إذا نذكر مشاهدينا بخبر الذي وصلنا قبل قليل والمتعلق بحادث مرور وقع في ولايه المديه هذا الحادث للاسف خلف قتيل واحد وإصابة أربع آخرين بجروح نشير أن هذا الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي لأربع سيارات داخل النفق الثاني بالطريقة الوطني رقم واحد تجاه البليدة فرحم الله الفقيد ونتمنى إن شاء الله السلامه للجرحى والشفاء اكيد اذا رح نتحدث الان وراحين نفتح المجال ل السياقة فقرة جديدة دخلت طبعا هذا البرنامج برنامج شروق مورنينج يعني في كل أسبوع يكون معنا دائما السيد بالمهدي العزازي مدرب سياقة متقاعد حاضر معي في هذا الصباح في البلاطو نرحب بك سي عزازي صباح الخير الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله مرحبا اذا فقره جديده من خلالها نقدم نصائح ونتكلموا على مواضيع تهم اكيد المشاهد الكريم وتساعدوا على القياده بامان اذا الموضوعنا الاول في فقره السياقه راح نتحدثوا على السياقه الدفاعيه اكيد مصطلح ربما جديد على الاغلبيه لكن قبل ما نعرفوا شنو هي السياقه الدفاعيه نتحدثوا مع السيد العزازي بالمهدي دي ربما يعطينا نصائح وارشادات خاصه نشوفه اليوم فيه امطار غزيره وفيه ثلوج مرتقبه على عديد مناطق الوطن اكيد فيه نصائح باش نتفاداو حوادث المرور في مثل أكيد. هكذا ظروف سيد العزيز الفطر. اكيد اكيد اولا إن نترحموا على ضحيه حادث المرور اللي وقع اليوم صباح. ربي نتمنوا الشفاء العاجل لهذا ضحايا فيما يخص يعني النصائح هي مباشره تروح للحيطه والحذر دون ننسى ان السرعه هي الاساس السرعه هي اساس يعني هي المسبب الأول الرئيسي والاول للحوادث المرور لذا نطلب من جميع السائقين ومع الاسف نشوفه نشوفوا يوميا حوادث مرور اللي يتاسف منها كل الاخر نتاسفوا الحوادث اللي رأيته يوميا نطلب من جميع السائقين وخاصه خاصه السائق المحترف الذي يعني يوميا في الطريق يعني تفرض عليه الوجود في الطريق في كل الاحوال يعني في كل احوال في كل احوال المناخيه يعني في الشتاء ولا في الثلج ولا هذا يعني نوصوه بالحذر اكثر من سائق واحد اخر <applause> وفي مثل هكذا ظروف لما تكون يكون جليد ويكون تكون سلوج ما الذي يفعله طبعا السائق وش الامور لازم ربما ياخذ باله باش ما يتعرضش للحادث مرور لانه العديد يتجاهلوا بعض الامور بسيطه لكن راح تكلفه غالي أكيد. اكيد اكيد هي هي تبدا في المراقبه الأولي صباح هي تبدا في المراقبه قبل الانطلاق نعطيكم مثال يعني بين قوسين اذا كان السائق ما انتبهش الى مستوى ضغط الهواء في العجله قادر يسبب اختلال في التوازن في اي لحظه من اللحظات مم. شيء بسيط جدا يعني اختلال في التوازن كاين عجله ناقصه على عجلة الاخرين مم. يسبب له يسبب انزلاق ويسبب عدم تحكم لازم دائما يراقب العجلات ولا بد ولا بد العجلات في اربع اربع عجلات او كل العجلات بالنسبه للمركبات بعض المركبات اللي فيها اكبر اكثر من اربع عجلات بدون نساء يعني العجله الاحتياطيه بدون نسيان العجله الاحتياطيه كما نقولوا هذا المشكل هذا يسرع لماذا لانه الاحتكاك او العنصر الاول يحتكم على الارضيه هو الاحتكاك الاول مع الارضيه هو العجله اذا في هذه الحاله ماذا بنا السائل يراقب الضغط تاع الهواء واذا سمحتوا نقول لهم كيفاش يدور ضغط الهواء تاع العجلات المركبه كيف يراقب يعني سامحوني نتكلم شويه بالدرجه عادي تفضل خذ راحتك حتى توصل المعلومه للسائق اكيد, أكيد بس هم توصل هم المعلومه للسائق لأن لماذا؟ لأن رخصة أولاً, أولاً رخصة السياقة ما تطلبش مستوى علمي، ما تطلبش مستوى علمي، تطلب فقط معلومة زائد ثقافة لتطبيق هذا واش واش كاين، على كل حال من مدارس السياقة راهي تدور بالواد تأدي في الدور ديالها وراهي تخرج السائقين، لكن السائق يخرج بطبيعة الحال عنده معلومات أساسية ما عندوش معلومات عنده معلومات عامة تبقى كما ذكرنا السياقه الدفاعيه هي اللي تتبع السائق بعد رقصه السياقه. نتكلموا و... الان على السياقه الدفاعيه وندخلوا في موضوعنا. مصطلح اه. جديد ربما على البعض لما يسمع يقول لك مص... السياقه الدفاعيه وش هي السياقه الدفاعيه؟ اه اه حقيقه هو مصطلح جديد في ال... بالنسبه ل... 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 لنا, لنا. خلينا نقول اه. اه مصطلح جديد لكن هو موجود في الدول الغربية موجود موجود وتخدم به يعني تتعامل به ما هي سياقة الدفاعية تعريفها في جملتين مثلا نقول سلوك إيجابي مرن مقابل سلوك عدواني متصلب يعني سلوك سائق مع سلوك سائق واحد آخر هنا السلوكيات تختلف احنا بطبيعه الحال انا نلاحظوا ان اغلب السائقين اغلب السائقين حتى ويكون يكون عنده سلوك ايجابي حتى هو يكون عنده سلوك ايجابي المؤثرات الخارجيه تخليه يتاثر سلبيا صحيح. ويقوم ب ب ب بمناورات ولا يقوم ربما ماشي طبيعته ماشي من طبيعته م. ماشي من طبيعته لكن المؤثرات الخارجيه تجعله يقوم بمناورات ربما خطيره اللي تحتم على السائق الدفاعي وين يتقبل هذيك المناورات ديالو ويقوم ب الاخطاء تاع السائق الاخر ولكن في يعني في العموم في يعني في العموم وهي سياقة, سياقة تعتمد على الخبرة والعلم أساسها هي خبرة زائد علم <applause> آه يعني مهما كانت الخبرة السائق ما يقدرش يقول أنا سائق كامل مكاج لماذا؟ لأن العوامل الفيزيائية كنا نعرف أن العوامل الفيزيائية غير مضمونة تختلف على حسب الموقع نعرف ان العوامل الفيزيائيه فيها الوزن فيها الحركه فيها الكتله فيها السرعه فيها كل هذا ياثر على السير هنا يدخل يعني تدخل لا يعني تدخل السياقه الدفاعيه تحاول توصل للسائق وتبسط له المعلومه لانها هي علوم فيزيائيه علوم فيزيائيه كما نذكر الا القوانين الثلاثه تاع الفيزياء القوانين الثلاثه ما يقدرش يفهمها السائق باسكو علاه احنا في الاول قلنا السائق ما نقدرش نفرضوا عليه مستوى علمي نفرضوا عليه يفهم المعلومه والدور تاعنا هو ايصال المعلومه ايصال المعلومه مم. الى السائق مهما كان مستواه هو الواجب ديالنا كيما راهم يقوموا يعني نشكرهم على الدور تاعهم مدارس السياقه كلها راهي تقوم بالواجب آآ الجمعيات آآ المؤسسات آآ اسلاك الامن بكل بكل اختلافها هل التخصص سيد العزازي موجود أنا. في الجزائر؟ مع الاسف ما عندناش مع الاسف مع الاسف ما عندناش هذا الاختصاص اللي خلى انه الجزائر يعني ما يكونش فيها تخصص نتمناه نتمناه, نتمناه نتمناه يكونوا عندنا يكونوا عندنا ما يعني مؤسسات اللي تكون في القياده الدفاعيه تخصص ناس وعندنا عندنا كفاءات الحمد لله عندنا كفاءات انت وعند... سيد العزازي ربما انت مختص في هذا المجال الحمد لله ونسالوا ربما على التكوين كيف تكوين كان التكوين؟ تكونت في جامعه كنديه جامعتين كنديتين <applause> البرتا وكالجاري. الله يبارك تحصلت على شهاده. لو لنا على التجربه هذه في التكوين، علاش <applause> تعتمدوا في التكوين؟ التكوين اول شيء تلقاه تلقى, تلقى المكون جدي كثير. جدي. جدي إلى درجة مع زائد المعلومات اللي يعطيهم يعطي لك قواعد. ما يعطيكش كل المعلومات، يعطيك قواعد لي دو ترافاي. يعطيك القواعد اللي تتعامل بهم في مشوارك العملي نعم آه مثلا اذا سمحت لا تفضل مثلا تفضل. آه في القياده الدفاعيه كاين خمس قواعد مهمه انا لا تي <applause> انا آه بلوتو ليسباس دو سيكوريتي سي فضاء الامن ما نقولوش مسافه الامان نقولوا الفضاء الامن سي ليسباس دو سيكوريتي عندنا لاتيتود وهو العنصر الاهم القياده اتيتود <applause> وهو العنصر الاهم لانه لماذا؟ لانه يعتمد على السلوك وحنا نعرف كاين سلوكيات ايجابيه سلوكيات سلبيه عندنا لا بريفو عندنا بليتو لا فيزيبيليتي وعندنا لا بريفيونس التاهب وعندنا لا ريسبونسابيليتي هذه الخمس قواعد الانسان اذا عرف يتعامل بهم ويتعامل ويغتنمهم كاوتي دو ترافاي يتقدم في العمليه تاعو كمعلم سياقه دفاعيه. فهمنا من كلامك سيد العزازي أن القياده الدفاعيه ربما خليني نقول انها ترفع من مستوى الانتباه والتركيز لدى السائق. في كل المجالات. في كل المجالات. في م. كل المجالات. تتدخل في كل المجالات. بون هي تتدخل في السائق تقريبا تبدا من مدرسه السياقه، مدرسه السياقه اذا اذا تكلمت مع اي معلم في مدرسه السياقه يقول لك لي ليمون اللي الحوادث وهو السائق والمركبه والمحيط. هنا تدخل السياقة دفاعيه وتحلل كل موضوع وحده. تتدخل في السائق في كل من كل النواحي، تتدخل في المركبه من كل النواحي، وتتدخل في المحيط من كل النواحي. مم. كيفاش نمارسوا هذه القياده؟ وقتاش نقدروا نمارسوا هذه القياده؟ وقتاش نقدروا نجذبوها؟ القياده الدفاعيه مدى بنا نمارسوها يوميا. على مدار السنه ملي نوض الانسان صباح حتى يغلق ويغلق السياره تاعو ولا المركبه ديالو، مركبه حتى نجمعوا بين جميع انواع السيارات، نقولوا مركبه حتى نجمعوا بين البوالور واللي يجي ترونسبور نقولوا مركبه، ما نحدوش برك السياره. السائق ملي من اللي يبدا اه لو ديماراج الصباح وهو مسؤول الى اخر وحتى أن يغلق السياره ديالو وينزل منها من من البدايه الى النهايه لازم يكون عنده درايه بالسياقه الدفاعيه لان احنا قلنا بلي ان تخرج وتحصل على رخصه السياقه لكن رخصه السياقه مراهيش راح تقعد بنفسها احنا عندنا تطور في كل شيء ان تطور في الماتريال ان تطور في كل ميادين لما إذن لماذا لا لا نسير مع هذا التطور بهذا الميدان ميدان السياقه الدفاعيه ميدان السياقه الدفاعيه نحاول نسير معه مع هذا التطور اللي راه موجود حاليا تفضل كنا سالتك سؤال قلت لي في كل احوال لازم نمارسوا هذا القياده الدفاعيه لكن فيه ربما امور استثنائيه متعلقه مثلا بالسائق لما يكون تعبان ربما يكون ضعيف التركيز هل يتجنب هذا القياده الدفاعيه القياده الدفاعيه هي سلوك القياده الدفاعيه هي سلوك هي هي حضاره هي سلوك هي عمل يقوم به هو عمل يقوم به القيادة لكن يطلب له ربما قوة نوعا ما لكن أنا حكيت قلت لك لو يكون تعبان يعني السائق سائق سائق يكون تعبان عند عنده وقت لازم يريح فيه يكون مرهق يكون مرهق ما يسوقش أبدا ما يسوقش أبدا إذا كان ما يقدرش يسوق صحيا ما يقدرش يسوق إما آه طريقة كما رانا نتكلموا سياقة دفاعية أو غيرها دوك سياقة كلها دفاعية هي سياقة حاليا اللي نقوم بها هي دفاعيه لماذا لاننا عندنا لاسبيتا الانانيه الانانيه هذه كل دفاعي كل انسان يحاول يتفادى يتفادى للالالا精明. المشاكل او الاخطاء اللي قام بهم السائق الاخر هذه قياده دفاعيه قياده دفاعيه ماهيش محصوره ما, ما نقدروش نحصروها ما نقدروش نحصروها في موضوع ما قيادة الدفاعية هي قيادة عامة كما رانا نتكلموا عليها لكنها طريقة متطورة تدخل في جميع الميادين قلنا تدخل في العالم وخاصة خاصة العالم الصحي والعالم الفيزيائي كما راك تتكلم أنت تدخل في العالم الصحي في الميدان الصحي عفوا والميدان الفيزيائي هما النقطتين الأساسيتين اللي يمكن نقدروا نكونوا بهم القيادة الدفاعية إذا هي وسيلة تدريبية حديثة لكن كيفاش نحمو نفسنا من خلال هذه القيادة الدفاعية سيدي؟ حماية حماية النفس هو هو تقصد يعني حماية النفس هو الإنسان يحمي نفسه بالتدريب المتواصل بالتدريب المتواصل انضباط أيضا واحترام القوانين وما أكيد 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 احنا احنا قلنا ما هي القياده الدفاعيه؟ القياده الدفاعيه بعد ما يتخرج السائق من مدرسه تعليم السياقه. تخرج وعنده كل المؤهلات لكن مخصوص خبره يبدا يكون في خبره لكن في بعد مرور بعد مرور زمن يحس انه هذه الخبره هذه صحيحه لكن تدخل هنا القياده الدفاعيه اللي تعطي له معلومات ربما يغير من رايه اللي كان هو خداه مقبل مقبل ربما مع الخبره تاعو يقول لك انا نعرف السوق انا هذي هذي نو مع القياده الدفاعيه والقواعد العلميه ديالها يعرف السائق انه عنده اخطاء في هذا الميدان عنده اخطاء في هذا الميدان بين قوسين اذا سمحت لي استاذ بين قوسين اذا سمحت لي نعطيك مثال بالعجله فقط اطار المركبه فقط المختصين هذا يقول لك ماذا بك تدير اربع عجلات في من نفس من نفس المؤسسه يعني اللي <تصفيق> <خدمتها>. <تصفيق> <تصفيق> يعني نفس العلامه نفس العلامه لكن السائق هنا يشوف المقاييس مقاييس ربما هذا يقول لك يديرهم في اربعه كيف كيف يدير لافون و كيف كيف ولا ريال كيف كيف يعني زوج بزوج زوج بزوج اه كاين خطا كاين خطا كاين خطا السائق يقول لك لماذا نقول له لماذا لماذا ما يتخالفوش ما وحده فيهم مخالفه ما هو السبب لان كل صانع كل صانع عنده مقاييس خدم به، صنع بهم هذا الاطار ربما هذا الصانع اطلب منك تدير Uh, 44 بي اس اي وهو الضغط الـ في الإيش الواحد ربما الصانع الاخر قال لك دير 47 هنا يكون اختلال في التوازن تاع تعال تاع العجلات هو بورتون في ربعه جدد اذا شفنا نلقاهم في ربعه جدد لكن اذا هذا درت اه طلب اه في في نتكلموا على الاختلاف على <applause> <applause> الاختلاف اذا هذا صانع طلب 44 بي اي وهو باسكال يعني الضغط الضغط في الانش الواحد يعني فيزيائيا والصانع الاخر طلب لك 47 هنا يوليو الضغط تاع الهواء مختلف يعني في, في طريقه السير في طريقه السير حتى في طريقة يعني مستقيمه العوامل الفيزيائيه تاثر عليها حنا نعرفوا ان التسارع يتاثر اذا كان يعني آه آه غيرت اتجاه التسارع آه التسارع نتكلموا آه على التسارع على لاكسيليراسيون ماناش نتكلموا على السرعه لان السرعه تؤدي الى التسارع والتسارع نعرفوا باللي فيه عده عوامل فيزيائيه كما تكلمنا من قبل فيه الوزن فيه الكتله وفيه آه السرعه هذو كلهم يأثر سيد العزازي أتفضل. لماذا الدول المتطوره خلينا نقول الاوروبيه تهتم بهذا النوع من التخصص اكيد نشوفوا برك النتيجه نتيجه تاع الدول احنا من البلدان الاكثر حوادث مع الاسف هل تشوف ربما هذا سبب من الاسباب اللي خلى اكيد اكيد المتابعه بالرغم من الناس ل... بالرغم من اللي رانا نشوفوا كنا نشوفوا في الرائد نشكروه على التدخل آه. تاعو الرائد سمير بوشحيط بوشحيط نشكروه على التدخل ديالو كل المعنيين راهم يدخلوا ويادوا في الدور ديالهم آه يادوا في الدور تاعهم يعني كاين نشطاء احرار كاين جمعيات كاين اسلاك الامن كاين آه معلمي صياغه كلهم راهم يادوا في الواجب لكن ما قدرناش يعني مازال ما وصلناش الى درجه ونقولوا باللي وصلنا الى مستوى اللي يفرحنا مع م. الاسف هذا كل حال انا نظن باللي يلزمنا القياده الدفاعيه تدخل في ميدان يعني في ميدان التحسيس والتعليم نعم آه. ان شاء الله هذا ما نتمنى ان شاء الله في شاء الله. الجزائر نعود نقول النصائح دائما السيد العزازي بالنسبة لمستعملي الطرقات بالمقابل أن نشوف للأسف يتم تسجيل حوادث مرور وميتة يوميا أرواح عديدة يعني تروح بسبب هذه الحوادث وأيضا جرحى فيه ناس عندهم عهات يعني بسبب هذه الحوادث وما تخلفه وما تخلفه أيضا من أثار أخرى دائما نحن نحاول من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الفقرة أيضا الجديدة على برنامج شروق مورنينج نقدموا نصائح للمشاهدين قبل قليل كنا نتكلموا على النصائح يعني بالنسبه للسائق لما يكون يسوق سيارته تاعو في الثلوج يعني ولا في على الجليد نتكلموا مساله اخرى سيدي استعمال الهاتف النقال خليني نقول انها تكنولوجيات الموت كيفاش نقدروا يعني كيفاش الوقايه من هذا الشيء سيدي الوقايه هي لازم السائق يعرف قيمة الوقت اللي يكون يستعمل فيه الهاتف إذا كان حنا علميا يقول لك علميا يقول لك لا آه بيرسيبسيون يعني النظرة الأولى تدي ثانية، آه لا رياكسيون فيها ثانية، لا ديسيزيون فيها ثانية والحركة يعني ليفيتمون او فريناج يديه ثانيه معناتها هنا عندنا ربع ثواني علميا محسوبه ربع ثواني مم. وفي كل ثانيه في كل ثانيه حسب السرعه اللي كنت تمشي بها السياره نعطيك مثال اذا كنا نمشيو 80 كيلومتر في الساعه تعطينا 24 متر في الثانيه معناتها الانسان كي يكون تليفوني كي تليفوني عنده في كل ثانيه راهو يسوق بلا ما بلا ما يكون آه. آه. بيد يعني سيارة تمشي وهو غير واعي لأنه. يعني قلنا مشغل مع, مع الهاتف تذهب العقل تماما. يعني ننصحوهم عدم استعمال الهاتف عدم استعمال الهاتف لهم ايضا هنا في العاصمه مثلا أن نركب بعض السيارات يستعملوا جوجل مابس يعني لتسهيل ربما التنقل في العاصمه لكن امر ايضا خطير جدا لما يركزوا أكيد. معه ويخلوا اكيد لماذا؟ لان السياقه تعتمد على النظر على الرؤيه اذا عوض باش نركز على الطريق ومن بعد نولي نركز على على التليفون <applause> ديالي معناتها هنايا راح التركيز راح التركيز واستقبال المعلومات استقبال المعلومات يجي من العين اذا اذا العين اعطيت لها دور واحد اخر تؤدي فيه كيف نستناها تعطيني المعلومات اللي خاصه باللي نسحقها انا في قياده السياره. <applause> لا فهمت لي استاذ فهمتك يعطيك الصحه الله العزازي بالمهدي مدرب سياقه متقاعد حدثنا طبعا على السياقه الدفاعيه نعم وايضا قدمنا بعض النصائح للمشاهدين للسائقين لدائما دائما نقول لهم الحذر ثم الحذر, ثم الحذر. خاصه لما تكون ظروف مناخيه صعبه كما نشوفه في مختلف ولايات الوطن اليوم وايضا فيه ثلوج متوقعه يعطيك صحة سي العزازي بالمهدي لا يسلمك لا يسلمك فقره السياقه اكيد تجدد الأسبوع المقبل نشوفوك إن شاء, إن شاء الله, الله. بمواضيع أخرى. إن شاء الله. شكرا جزيلاً لك الله. على كل هذه المعلومات حسنا. القيمة. إذا مشاهدينا ما بقاش الوقت بزاف من عمر هذا العدد من برنامج شروق مونيك أن نذكر مشاهدينا أنه نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من سقوط ثلوج طبعاً منذ ليلة الأحد على المرتفعات لتراوح طبعاً علوها ما بين 900 الى ما يفوق 1000 متر وحسب بيان مصالح الارصاد الجويه في نشريه خاصه فان هذه النشريه تستمر الى غايه الساعه الثالثه زوالا من اليوم الاحد تخص كل من ولايات تلمسان سيدي بالعباس سعيده شمال ولايه البيض شمال الاغواط شمال الجلفه سيارة تسمي تي وأيضا راح تتراوح سمك الثلوج المتوقع سقوطها بالولايات المذكورة ما بين خمسة إلى عشرة سنتيمتر إذا مشاهدينا وبهذا نكون آه قد وصلنا الى نهايه هذا البرنامج فقط نذكركم لانه آه كان من المفروض يكون حاضر معنا الدكتور عبد الرحمن محمدي آه باش نتحدثوا على القولون العصبي تعذر آه لظرف صحي له الشفاء العاجل وايضا محمد اسلام بلال مختص في التسويق الالكتروني هو الاخر ايضا تعذر باش يحضر معنا باش على هذا الموضوع معليش ان شاء الله في الاعداد المقبله راح نتكلموا على